اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الاقلام، حيث نرسل فيها ابرز ما كتبت الاقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في اهم العالم. جاء في الزمان بومبيو يبحث حماية الامريكان في العراق ويبدا جولة اوروبية ضد ايران. وفي الهيانات نقرا زيارة بومبيو تضمنت اتفاقا لاحتكار نفط العراق 30 عاما. ونقرأ في الشرق الأوسط ترامب يعلن عن عقوبات جديدة ضد إيران ويهدد بالمزيد. ونطالع في المدى، مجلس نينوى يمضي باختيار محافظ جديد قبل حسم ملف العاقوب قضائيا. نطالع في العرب الجديد، برلمان كردستان العراق يتجاوز عقدة رئاسة الإقليم. نقرأ في القدس العربي، جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة والنظام يعلن دخول معقل للمعارضة. ونطالع أخيرا وليس آخرا في العرب اللندنية، المعارضة في السودان تلوح بالعصيان المدني لتأجيل نقل السلطة. أهلا بكم. قالت صحيفة العرب اللندنية أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بغداد عكست صلابة استراتيجية واشنطن في تنفيذ العقوبات على إيران، وجدية واضحة من إدارة الرئيس دونالد ترامب في رسم خطوط حمر أمام طهران والتلويح بردود قاسية إذا ما غامرت هي أو أذرعها بأي تهور ميداني ضد القوات أو المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. وترى الصحيفة أن زيارة بومبيو وضعت الحكومة العراقية أمام مسؤولياتها في ظل تزايد التصريحات الإيرانية التي تتضمن تهديدات مباشرة. الصحيفة نقلت عن مصادر رفيعة قولها إن بومبيو أبلغ رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبد المهدي بأن الولايات المتحدة لن تتخذ خطوة الحرب الأولى ضد إيران، لكنها لن تتردد في حماية أمن بعثتها وجنودها في العراق. وتابعت المصادر أن بومبيو قدم للعراقيين تصورا معززا بالأدلة عن خطط إيرانية يمكن تطبيقها في أي لحظة لتصعيد التوتر في المنطقة، مشيرة إلى أن الوزير الأمريكي قدم للمسؤولين العراقيين أدلة استخباراتية تشير إلى تخطيط مجموعة عراقية على صلة بإيران لتنفيذ عملية عسكرية ضد مجمع يضم قوات أمريكية شمال بغداد وآخر غربها. وتضيف الصحيفة أن المعلومات الاستخباراتية شملت أيضا خططا تتعلق بمهاجمة مبنى السفارة الأمريكية في بغداد عبر صواريخ قصيرة المدى، فضلا عن خطط إيرانية جدية لإغلاق مضيق هرمز. وتلفت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة جاءت في ظل تقارير تؤكد تنامي نفوذ الحشد الشعبي على حساب الحكومة العراقية، ما تسبب في إثارة القلق في واشنطن. وذكرت مصادر سياسية عراقية أن فصائل في الحشد الشعبي مرشحة فوق العادة للمشاركة في أي تصعيد ميداني ضد الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. وتشير الصحيفة إلى أن المراقبين يعتقدون أن واشنطن ليست لديها أسرار تودعها في بغداد، فهي لا تثق إطلاقا بالحكومة العراقية من جهة علاقتها بإيران. لذلك حضر بومبيو بنفسه ليؤكد أن الأمريكيين جادون جدا في الرد على أي اعتداء تتعرض له أهداف أمريكية على الأراضي العراقية، محملا حكومة عبد المهدي المسؤولية الكاملة. سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على الميليشيات في العراق المدعومة من إيران، وقالت إن هذه الميليشيات باتت اليوم تشكل مأزقا خطيرا، خاصة بعد تقارير التي أشارت إلى وجود نية إيرانية لاستخدامها في هجمات ضد القوات الأمريكية. وتقول الصحيفة أن هذه الميليشيات المسلحة التي لها صلات وثيقة بإيران موجودة حاليا في كل محافظة عراقية، ومن ثم فهي باتت تمثل معضلة للعراق برمته. الحقيقة أن هذه الميليشيات التي تنضوي تحت الحشد الشعبي هي ميليشيات معترف بها من قبل الحكومة العراقية وممولة من طرفها أيضا،
حيث أن هناك ما يقرب من 30 ميليشيا تنتمي للحشد الشعبي الذي يبلغ قوامه نحو 125 ألف مقاتل. القادة السياسيون في العراق اليوم يتخوفون من إمكانية معاملة بعض فصائل الحشد الشعبي كمنظمات إرهابية من قبل الولايات المتحدة بحكم ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني، خاصة أن بعض تلك الفصائل تضم شخصيات بارزة في الحكومة العراقية. هناك 4 إلى 5 فصائل تنتمي للحشد الشعبي تمارس أعمالاً عسكرية غير مصرح بها، كما أنها مسؤولة عن ملفات فساد ورشا، كما تقول الصحيفة نقلاً عن مسؤولين عراقيين، مشيرة إلى أن هذه الفصائل تجبر رجال الأعمال على دفع مبالغ مقابل حمايتهم. ولدى العديد من هذه الفصائل ممثلون في البرلمان العراقي، ويمكن لهذه الجماعات أن تضغط من أجل خدمة المصالح الإيرانية. وتقول الصحيفة الأمريكية إن هناك شعوراً بالقلق لدى العديد من المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية بسبب علاقة تلك الفصائل مع إيران، غير أن الكثير منهم يرفضون الحديث بمثل هذه المخاوف بشكل علني. الصحيفة تشير في تقريرها بالقول إن الكثير من السياسيين العراقيين يشعرون بضغط إيراني عبر تلك الميليشيات في أي مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يمثل تحديا هائلا أمامهم. حذرت صحيفة العرب الجديد من تعزيز حزب العمال الكردستاني نفوذه في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمالي العراق، بعدما أقدم أخيرا على تعيين مدراء للنواحي التابعة للقضاء من التابعين له وإليهم مهام إدارة البلدة بشكل كامل. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ونواب قلقهم من مغبة استمرار غياب سلطة الدولة في البلدة وسط تشكيك بوجود اتفاقات بين الحكومة في بغداد مع الحزب. الصحيفة تنقل عن النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري قوله إن حزب العمال الكردستاني يدير بلدة سنجار بمعزل عن إدارة محافظة نينوى، ويمنع أي قوة عسكرية من الجيش أو الحج من دخول البلدة إلا بعد الحصول على موافقة منه. وأضاف أن الحكومة السابقة تتحمل مسؤولية استخدام هذه المنظمة الإرهابية ودعمها ماديا ولوجستيا. وتشير الصحيفة إلى أن تحركات حزب العمال الكردستاني الأخيرة وتوسيع نفوذه في سنجار أثارت مخاوف من مشاكل قد يواجهها الأهالي، حيث يفرض عناصر الحزب قوانينهم الخاصة. وتضيف الصحيفة أن الوضع في البلدة غير مستقر، وأن هناك شكاوى كثيرة من الأهالي عن سوء تعامل عناصر الحزب وسيطرتهم على أغلب الدوائر. وتنقل الصحيفة عن المسؤول المحلي في حكومة نينوى محمد الشمري قوله إن سلطة الدولة باتت مغيبة تماما في البلدة، وعناصر الحزب يتعاملون وفقا لما يرونه مناسبا متجاوزين سلطة القانون العراقي. وحذر الشمري من أن استمرار هذا الحال سيجر سنجار إلى هزات خطيرة، إذ أن الأهالي لا يمكنهم السكوت أكثر على ما يقدم عليه عناصر الحزب من انتهاكات وتجاوز لحقوق المواطنين ومنع عودة النازحين. وتلفت الصحيفة في ختام تقريرها إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من شهرين على مهلة الأيام الثلاثة التي منحتها السلطات العراقية لحزب العمال الكردستاني الذي يوجد في أو على أطراف بلدة سنجار بالأحرى من أجل تسليم قتلة جنود عراقيين، لأن الحزب المصنف على لائحة الإرهاب لم يظهر استجابة للمطلب حتى الآن. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا عن الهجمات المكثفة التي تشنها طائرات النظام السوري وحليفه الروسي على محافظة إدلب. ويشير التقرير إلى أن هذه الهجمات استهدفت المستشفيات وغيرها من البنايات المدنية في الوقت الذي فر فيه عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشمال نحو تركيا. وأثرت الصحيفة أن التصدي في إدلب أو التصعيد بالأحرى في إدلب ينذر ببداية المعركة الأخيرة في شمال سوريا. الصحيفة تلفت إلى أن الحملة الجوية تسببت بقتل نحو 100 مدني، وعطلت عن الخدمة ما لا يقل عن 10 مستشفيات،
وهو ما زاد المخاوف بأن قوات الحكومة السورية تعتزم بمساعدة من الروس والإيرانيين شن هجوم شامل على إدلب، وهو آخر منطقة يسيطر عليها الثوار المعارضون لبشار الأسد. وتقول الصحيفة إن الغارات الجوية تمثل آخر وأشرس تحدي لاتفاقية توصد بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان العام الماضي. كانت مصممة لمنع وقوع صراع شامل في المحافظة الشمالية الغربية. وينوه التقرير إلى أن مروحيات الحكومة قامت بإلقاء 13 برميلا متفجرا على المناطق الجنوبية من إدلب والجنوب الشمالية لمحافظة حما المجاورة، في الوقت الذي قامت فيه الطائرات الروسية بما لا يقل عن 33 غارة جوية على المنطقة. ويفيد التقرير بأن الارتفاع في الأعمال العدوانية تسبب بنزوح نحو 200,000 من سكان إدلب نحو الحدود التركية المغلقة. وتتوقع الصحيفة بأن تقوم الحكومة السورية والميليشيات الإيرانية المتحالفة معها بشن هجوم بري قريبا، وهو ما سيشكل بداية للمعركة الكبرى الأخيرة التي يشنها الأسد لاستعادة السيطرة على المعقل الأخير للمعارضة السورية. وترى الصحيفة أن هذا سيشكل انهيارا للاتفاق الروسي التركي الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول الماضي، والذي دعا إلى منطقة منزوعة السلاح عرضها 9 أميال في إدلب، وتم خرقه مكررا من الطرفين. لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان يصف التصعيد الأخير بأنه الأعنف. تفاجأ السودانيون أمس بما حصل من اشتباك بين مجموعة من القوى السياسية بعد اجتماع لها بالمجلس العسكري، وانصبت أغلب تعليقات السودانيين على أن ما جرى يسيء لثورة السودانيين واعتصامهم الرائع واحتجاجاتهم السلمية وانضباطهم المثير للإعجاب. صحيفة القدس العربي ترى أن ما حصل كان جزءا من استراتيجية سياسية يتبعها المجلس العسكري لتشتيت المعارضة وإظهارها في موقف ضعيف. تقوم هذه الاستراتيجية على مجموعة من العناصر، أول هذه العناصر تمثلها محاولات استخدام القوة واستعراضها، كما جرى في محاولات قوات الدعم السريع التي يقودها الفريق محمد حمدان لفضل اعتصام والتي فشلت حتى الآن. العنصر الثاني هو ضرب الأحزاب السياسية ببعضها، كما تبدى أمس عبر جمع قوى إعلان الحرية والتغيير مع مجموعة يطلق عليها السودانيون اسم أحزاب الفكة، وهي إما أحزاب صغيرة مشقة أو أحزاب كانت قريبة من حزب أحمد حسن البشير المؤتمر الوطني كحزبي المؤتمر الشعبي والإصلاح. العنصر الثالث هو محاولة المجلس العسكري اللعب على الوتر الديني لتأليب الجماهير السودانية على قادة الاحتجاجات أو لإظهار أنها تتجاهل الدين الإسلامي، كما فعل أمس حين قال إن وثيقة الحرية والتغيير أغفلت أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، كما لو أن الأمر يتعلق بصراع أيديولوجي وليس بمطالب السودانيين بإنهاء حكم العسكري والأمن ووقف الاستبداد بالسلطة الذي استمر لعقود طويلة تحت حكم البشير. وبحسب الصحيفة فإن مواجهة محاولة كسر الاعتصام سياسيا وماليا وإعلاميا حتى تفترض بقوة إعلان الحرية والتغيير العودة مجددا إلى جماهير المعتصمين والمحتجين ووقف المفاوضات السياسية التي هدفها المماطلة والتشتيت وضرب القوى السياسية الحقيقية ورفع مستوى الاعتصام إلى العصيان المدني. فالسودانيون لم يثوروا لاستبدال البشير بحميدة، بل الوصول إلى حكم ديمقراطي مدني حقيقي. قال صحيفة الخليج الإماراتية إن ما أعلنه جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره للشرق الأوسط وما كشفته بعض الصحف الإسرائيلية حول مضمون ما يسمى صفقة القرن لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي والمزمع إعلانها الشهر المقبل، تعني باختصار أننا أمام أكبر عملية لصوصية في العصر الحديث تمارسها دولة كبرى بحق شعب وأرض وقضية. القضية الفلسطينية بكل ما يتصل بها من حقوق خاضعة لقرارات صادرة عن الأمم المتحدة منذ العام 48،
وهي قرارات ملزمة لا تخضع للتعديل أو التبديل، ولا يجوز التلاعب بمضامينها، ولا ينتهي مفعولها بالتقادم. أما إذا كانت خضعت لمفاوضات عبثية على مدى السنوات الفائتة من دون القدرة على تنفيذها، فذلك بسبب موازين القوى التي فرضت نفسها جراء الموقف الأمريكي الداعم للسياسة الإسرائيلية، ثم بسبب الموقف العربي المتهافت الذي لم يكن ولا مرة على مستوى التعاطي الجدي مع القضية. أما أن تختطف الإدارة الأمريكية القضية الفلسطينية بمعزل عن أهلها وبقية العرب أجمعين والمجتمع الدولي، وتصوغ لها حلاً في دهاليز دوائرها المرتبطة بالصهيونية وبالاتفاق مع إسرائيل، وتحاول فرضه بالقوة على العرب والفلسطينيين، فهذا شكل من أشكال اللصوصية تحت تهديد السلاح، بمعنى إجبار الفلسطينيين على القبول بسرقة حقوقهم التاريخية والرضوخ لإرادة اللص، أو مواجهة المصير الأسود. مضمون صفقة فلسطين الجديدة أشبه بعملية إبادة طوعية للشعب الفلسطيني لتجريده من أرضه وحقوقه الإنسانية، على غرار ما تعرض له الهنود الحمر في أمريكا أو السكان الأصليون في أستراليا من اجتثاث على يد الحضارة الغربية. الصحيفة ترى أن صفقة القرن تخير الفلسطينيين بين قبولها بكل مضامينها، أي التنازل عن أرضهم وتسليمها لإسرائيل كي يظفروا ببعض الفتات الذي يقيهم الجوع والموت أو الرفض بما يعنيه من ويل وثبور وحصار اقتصادي ومالي ومنع أي دعم له. إنه خيار من خيارين، إما أن تركع وتستسلم أو أن تموت، أو بمعنى أصح أن تموت أو أن تموت. بعيداً عن السياسة، فوجئت مديرة مدرسة ابتدائية في مقاطعة ليزر غربي فرنسا بحضور التلاميذ إلى الدوام مصحوبين بأكثر من 60 خروفاً. جرى تسجيلها رسمياً في المدرسة تحت أسماء مستعارة بهدف زيادة عدد التلاميذ والحيلولة دون إغلاق صفوفها. وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن أهالي التلاميذ بدروا لتلك المظاهرة بالتعاون مع أحد مربي الأغنام في البلدة للاحتجاج على خطة معلنة لإغلاق 11 صفاً من صفوف المدرسة في العام الدراسي المقبل، ولتفادي إغلاق الصفوف بحجة قلة عدد التلاميذ المسجلين فيها. عمد الأهالي لتسجيل 15 خروفاً من مجموع 65 شارك في الاعتصام، وتولت أمهات بعض التلاميذ عمل شهادات ميلاد مقلدة وبطاقة هوية للخراف لاستكمال تسجيلها في المدرسة وفق الشروط المعمول بها. وقالت إحداهن إذا كانت وزارة التربية تقيس الصفوف بعدد التلاميذ في كل فصل، فها نحن قد ساهمنا برفع العدد لكي لا تلغى صفوف. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.